الرحمن الرحيم، ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ يوم جديد وحلقه جديده خطيره. عاملين وصفتين ظراف جدا هتنبسطوا منهم قوي. اول وصفه هنعمل رولات الجلاش، خطيره. هنحشيها شويه جبن وفلفل الوان. وصفه حلوه وبسيطه وطعمها لذيذ ومش مكلفه، ولا فيها فراخ ولا لحمه ولا حاجه. وتقدري تغيري الحشوه حتى اللي انا حطاها دي، تعملي اي حشوه براحتك وبتطلع حلوه جدا. ان شاء الله نعملها سوا وتشوفوها. الوصفه الثانيه هنعمل فطائر البطاطس، حلوه جدا. شويه دقيق، بطاطس مسلوقه او مهروسه مع برده شويه مكونات كده، وهنعمل عجينه حلوه جدا طعمها تحفه. طعم البطاطس فيها مع العجينه خطيره. ان شاء الله يا رب تعجبكم والحلقه كلها تعجبكم. فاصل بسرعه ونرجع بعد الفاصل نعمل رولات الجلاش بالجبنه والفلفل والزيتون كده في الحشوه. يعني خليكم معانا بعد الفاصل. انا جيت. هنعمل دلوقتي اول وصفه، رول الجلاش بالجبن. حلو قوي. ايه بقى قصته؟ ولا اي حاجه، سهل. معانا لف الجلاش. احنا المفروض في البيت على طول يبقى فيه كده في الفريزر لف الجلاش، لما تبقي تعبانه ومش قادره تعملي اكل، او عندك اكل متبقي من قبلها بيوم وعايزه تدعمي الاكل ده باكله كده علشان الحمد لله الاكل يكفينا كلنا. هنقوم عاملين صينيه الجلاش الحلوه دي. تطلعي الجلاش قبلها بساعتين بس كده يفك من الفريزر ويبقى جاهز معانا. تمام. هنحتاج ايه كمان معانا؟ شويه جبن، جبنه موتزاريلا على جبنه رومي على جبنه شيدر، يعني بواقي كده كله على بعضه وهينفع ويبقى حلو قوي. معانا فلفل الوان متقطع صغير، او ممكن فلفل رومي اخضر مفيش مشكله. معانا برده زيتون متقطع حتت صغيره. كل دي هتبقى الحشوه في لفه الجلاش. ومحتاجين بقى نحضر ايه يعني اسمها ايه يعني هنسقي بقى الجلاش ده بخلطه كده حلوه جدا قبل ما ندخلها الفرن. عباره عن كوبايه لبن، معلقه صغيره من البيكنج باودر، ملح وفلفل، وهنضربهم مع بعض كويس قوي ونفردهم على وش صينيه. ميكس جبن كده مع بعض مع شوية فلفل ألوان وشوية زيتون كده. ادي كده الحشوة الحلوة. ونقوم لفينها كده ايه على بعضها كده رول لغاية اخر الصينية اهو كده كده. وادي اول رول. ناخد برضو لفتين كده هنا حلوين اهم، ونحطهم برضو بنفس الحكاية ونديهم دهنة سهلة كده بخليط السمنة والزيت. ونعمل نفس الحكاية، شوية جبن، شوية فلفل الوان، زيتون. وتقدري تغيري في الحشوة براحتك، اللي انت عايزة تحشي بيه احشي بيه.
نلفها كده على نفسها اهو، ونحطها جنبها، وهكذا وهكذا لغايه ما نخلص كل رقات الجلاش بنفس الطريقه، ونقوم مقطعينه بقى بالسكينه. ومعانا زي ما قلت لكم كوبايه لبن اهو، هنحط لها رشه ملح وفلفل، ملح وفلفل، وبديل ان احنا نكسر بيضه هنحط معلقه صغيره من البيكنج باودر بس كده، وبالشوكه نقلب البيكنج باودر مع اللبن والملح والفلفل، ونسقي بيه ايه خليط نسقي بالخليط دوت صينيه الجلاش كلها بعد ما نكون قطعناها، وندخلها الفرن، فرن سخن درجه حراره 180 في الرف اللي في النص، من 25 ل 30 دقيقه بالكتير، وهتلاقي الجلاش استوى معاكي. وطبعا احنا مقطعينه صوابع، هاته لنا بقى استاذ صلاح كده، بصوا عامل ازاي، خطير اهو، بصوا شكله تحفه، صوابع الجلاش مقرمشة ولذيذة، والحشوة جواها بقى جبنة وفلفل ألوان، خطيرة، وصفة حلوة جدا. زي ما قلتلكوا تقدروا تغيروا الحشوة براحتكوا خالص، ورشة بقدونس، وعملنا الصينية الكبيرة الحلوة دي، وبالهنا والشفا، حلوة حلاوة. يعني لو مش عارفة تعملي غدا ايه قومي اعمليها دلوقتي مش هتاخد منك وقت ابدا، وطعمها حلو جدا، مش هتحتاج جنبها غير ممكن طبق سلطة ولا حاجة، وبالهنا والشفا ان شاء الله تعجبكم. فاصل بسرعة نلم الكلام ده كله، ونرجع نعمل مخبوزات لطيفة جدا بالبطاطس، حلوة قوي، خليكم معانا بعد الفاصل. انا جيت، هنعمل دلوقتي وصفه ظريفه جدا، هنعمل مخبوزات بحشو البطاطس، طعم البطاطس مع العيش نفسه بتاع المخبوزات لذيذ جدا جدا، ووصفه سهله. ايه بقى القصه؟ بص، هنقول مقادير العجينه، انا معايا 3 كوبايات من الدقيق، دقيق قوي بيبقى مكتوب عليه لجميع الاغراض او مكتوب عليه بيتزا، تمام. هحتاج 3 كوبايات، هنحط على الثلاث كوبايات دول رشه ملح، هنحتاج نحط برده نص كوبايه من الزبده السايحه، ونص كوبايه من الزيت، معانا صفار بيضه واحده، تمام، معانا 3 معالق كبار من الزبادي، معانا نص عصير ليمونه يعني معلقه صغيره من عصير الليمون، معلقتين كبار من النشا، معلقه كبيره من البيكنج باودر، وطبعا زي ما قلت لكم هنحط ملح طبعا على الدقيق بس كده. نقول تاني، معانا الدقيق، معانا الزبده، معانا الزيت، معانا الزبادي، صفار البيض، تمام اهو، معانا النشا، هنا النشا خليه جنبنا هنا كده برضو، مع صفار البيض، عايزه بس كده ايه اروق المقادير، ادي اهو الدقيق والزبده والزيت وصفار البيضه والزبادي وعصير الليمون، هنحط معلقه صغيره من عصير الليمون والنشا، تمام، ومعلقه كبيره من البيكنج باودر اهو، وملح وفلفل، تمام. ده كده العجينة. نيجي بقى للحشوة، هنحتاج ايه بقى في الحشوة؟ معانا بطاطس مسلوقة ومهروسة، دول تقريبا 3 بطاطسيات كده حجمهم كبير، مسلوقة ومهروسة، تمام. معانا كمان روز بيف متقطع حتت صغيرة، ممكن او ممكن نستغنى عنه خالص مفيش مشكلة، انا معايا اهو كام شريحة كده من الروز بيف، ممكن نستبدله بسجق، ممكن نستبدله بحتت من الهوت دوج متقطع صغير، او نستغنى عنه خالص برضو مفيش مشكلة. مع البطاطس معنا فلفل الوان اهو برضو، عشان ايه ما نتلخبطش في الحاجة، فلفل الوان. معانا كمان بقدونس مفروم شبت، هيبقى ظريف جدا معاهم. معانا كمان زيت تقريبا 4 معالق كبار كده من الزيت، ممكن نستبدلهم بحتة زبدة كده، مكعب زبدة ولا حاجة، عشان برضو يطرى كده مع البطاطس ويبقى ظريف. معلقة من البابريكا، ملح وفلفل، ومعانا بقى بيضة لو حبينا ندهن الوش ونرش عليه رشة خفيفة من السمسم، وبس خلاص اهو، وصفة جميلة جدا جدا جدا، وان شاء الله هتعجبكم. تعالوا بقى ايه نعجن العجينة اول حاجة اهو، هنحط الدقيق، هنحط عليه الملح، ونحط بقى ايه
النشا والبيكنج باودر، ونحط الزبادي كده، نحط السمنة، الزبدة، أنا آسفة، الزبدة السايحة، والزيت، وصفار البيضة. ودي كده هتبقى العجينة. هنشوف بقى لو احتاجت شوية مية كده عشان تلم، هنشوف. احنا بس ايه، مش هنحط اي مية فيها خالص لغاية لما نعجنها الاول حلو عشان نطمن انها تمام، عشان ما نحطش مية ونلاقيها مش محتاجة اصلا. بصوا زي ما انتوا شايفين اهو، كل المكونات هتخليها مش محتاجة اصلا نحط لها ولا حتى معلقة واحدة اهو. بس كده، ما بنعجنش فيها قوي ولا حاجة، هي بتبقى كده ايه، ظريفة جدا. عايزة تسيبيها ترتاح شوية مفيش مشكلة، عايزة تشتغلي بيها على طول مفيش مشكلة. نيجي نحضر الخطوة اللي بعد كده، حشوة البطاطس. برضو في بولة تانية كده هنحط شوية بطاطس عشان الحشوة، بطاطس كده مسلوقة، شوية فلفل ألوان، هنحط بابريكا، ملح وفلفل، وفلفل ممكن نحط مكعب زبدة أو معلقة كبيرة كده من الزيت ولا معلقتين كبار من الزيت. الإزازة اللي بتنزل نقطتين دي هي حلوة وكل حاجة، بس احنا عايزين شوية اهو. نحط كمان شوية بقدونس، شوية شبت، ونقلب الكلام الحلو ده. ممكن نحط روز بيف، ممكن نحط حتت سجق لو تحب، مش عايزين ونستكفي بس بحشوة البطاطس كده بالفلفل الألوان والشبت والبقدونس، هتبقى برضو حلوة قوي. بس كده، ادي الحشوة جاهزة، وادي العيش جاهز او المخبوزات اللي احنا عملناها. بعد ما بترتاح بناخد منها كده كورة اهو، طبعا ايه يعني بتبقى اتعجنت وارتاحت فبتبقى ظريفة. بنفتحها كده وناخد من الحشوة الحلوة دي، نحطها كده في النص زي ما انتوا شايفين، ونقفل عليها ونكورها كده. يبقى شكلها حلو كده زي الرغيف الكايزر كده، بصوا لطيفة جدا. بنحطها بقى في صينية فرن، ونفردها كلها وندهنها دهنة خفيفة جدا من البيض المخفوق، عليه مثلا رشة فلفل اسود ولا حاجة، ونحط حبة سمسم، وتدخل الفرن، فرن سخن درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص، ممكن الحرارة تبقى 200 مفيش مشكلة. هتاخد لها ربع ساعة، 18 دقيقة في الحدود دي، هيطلع معاكي تحفة. مخبوزات طرية ولطيفة، حشوة البطاطس جواها مميزة جدا بالخلطة اللي احنا عاملينها دي، طعمها تحفة، تنفع للعشاء وتنفع للمدرسة، لذيذة جدا جدا. تقدري تحطي أي إضافات تحبيها مع البطاطس، حتت بسطرمة هتنفع، حتت تونة هتنفع مع البصل الأخضر بقى طبعا لو هتحطي تونة، ينفع سجق، ينفع فلفل ألوان بس زي ما احنا حاطين، أو حتى فلفل رومي أخضر. تحفة تحفة تحفة، والمقادير كلها زي ما انتم شايفين بسيطة، تقدروا ترشوها سمسم زي ما عملنا او من غير سمسم خالص ولا اي حاجة. وبالهنا والشفا الحلقة خلصت بسرعة. عملنا ايه؟ عملنا اول وصفة الصوابع الجلاش الحلوة دي بحشوة الفلفل الالوان والجبن، وصفة سهلة جدا، طعمها لذيذ، مفيش حد هياكلها لما يقول الله، يعني بصي